ايوه ده حقيقي. يعني ايه الفكره؟ هيرد عليها بالليل ليه؟ لا أو طبعا هترد؟ هقلبها على دماغه. ده ذا بلايند ديت شو، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم شايف التاني وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 4 راوند، كل راوند موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بحياة كل واحد فيهم، لبس، فلوس، شغل، حاجات تانية كتير. وبعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريت على انهم قد ايه شبه بعض في الراوند دي. والاخر قبل ما كل واحد يعرف التاني هيقرروا اذا كانوا ينزلوا مع بعض دي التاني ولا لا.